السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنعمل منتج بالنسبة لك لو انت غاوية الأشغال اليدوية، ممكن يبقى مشروع مربح ليكي ومضمون بإذن الله. هنعمل البيبي بوك. البيبي بوك ده عبارة عن دفتر بيتكتب فيه التهنئة من الضيوف للبيبي في السبوع، وفكرته بتبقى جميلة جدا، وبيبقى طبعا بيبقى تذكار للمولود بعد كده لما يكبر. والمنتج دوت لو عرضتيه في اي محل من محلات السبوع بيبقى مطلوب جدا. هنعمل مع بعض واحد للبنت وواحد للمولود الولد. الخامات اللي بنستخدمها اكسسوارات، برضو بتباع بكثرة هناك في محلات السبوع، سواء الشرايط المطبوع عليها او اللعب اللي بنحطها كزينة. اهلا بيكم في قناة كده احلى، وهنشوف مع بعض ازاي هنعمل البيبي بوك. الخامة اللي هنستخدمها، بنستخدم كرتون، وده في المحلات برضو هناك عند بيع الكرتون بيقصهولك حسب المقاس اللي انت عايزاه. انا هنا بعمله مقاس 22 سنتي في 15. بنركب الاثنين مع بعض الجزئين، والجزء اللي في النص ده بيبقى عبارة عن باقي من تقطيع الكرتون، بنلزقهم مع بعض بالسوليتيه، بيبقى على شكل دفتر. زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده نبتدي مرحلة ان احنا نبطنه بالاسفنج. بنجيب السفنج اللي هو سمكه 1 سنتي، نبتدي نثبت عليه الدفتر ونقص حواليه بزيادة شوية، وبعد كده نقص الزيادات، بنلزقه في الكرتون بمسدس الشمع، نثبته كويس قوي، وبعد كده بنقص الزيادات، بيبقى سهل قوي قصها. هنبتدي بقى مرحلة استخدام اللي هو القماش حسب ولد او بنت. هنستخدم القماش الكاروهات زي ما احنا شايفين، جميل جدا. نبتدي نحط نفس المقاس بتاع الدفتر، بس مع زيادة من كل طرف حوالي 2 او 3 سنتي، علشان لما نتنيه للداخل كأنك بتجلدي دفتر المدرسة. نبتدي نزين بقى. انا هنا كمني هحط شريط بره، ف ما بطنتش الاول على اساس اني هدخل جزء منه داخل الدفتر كده، وبعد كده نحط بقى نبطن الجزء الداخلي. نثبت كويس قوي مسدس الشمع ونقص بقى الزيادات. هنبتدي هنا هو نقفل الجزء الداخلي الاول علشان يبقى تقفيل نظيف، يا اما بشريط ستان سادة او بالشرايط اللي هي بقى بتتباع في المحلات بتاعة البيبيهات، بتبقى نفس الشكل، وفي شرايط بيبقى مطبوع عليها اتس ابوي او اتس اجيرل.
نراعي ان التقفيل يبقى نظيف جدا. بعد كده هنبتدي بقى الزينة اللي هي على وش دفتر البيبي بوك، اللعب بقى اللي قلتلكوا عليها نحطها حسب ما احنا شايفين ايه ممكن يكون شكلها جمالي احسن. دي لعب كلها متوفرة في المحلات بتاعة السبوع. يبقى فاضل ان احنا نحط الورق اللي هنكتب فيه. وده بتجيبي برضو من المكتبات، بيتباع في منه لبني وروز والوان كتير، فانتي بتاخدي حسب البيبي بوك ولد او بنت، وبيعمله لك برضو كده الرول وبنحطه، ويبقى كده عندنا احلى بيبي بوك. نعمل كمان واحد للبنوتة. نفس الخطوات، بطلنا الدفتر بالسفنج، وبعدين حطينا القماش الكاروهات، وبنتني الزيادات للداخل ونبطنه. وبعد كده نبتدي نزينه من الخارج. بفكركم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واي استفسار عن المشروع دوت، لو اي واحدة هاوية الاشغال اليدوية وتحب انها تعمله مشروع، وحابة تسأل عن اي حاجة، عن الخامات بتتباع فين، عن الاسعار، عن اي حاجة، ابعتولي اما رسالة خاصة او في التعليقات وهرد عليكم بإذن الله. ده الشريط اللي قلتلكوا عليه مكتوب عليه اتس اجيرل، هنقفل بيه من جوه. ويبقى فاضل مرحلة ان احنا نحط الورق ونثبته. وكده يبقى عملنا بيبي بوك للبنوتة. يا رب يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.